معنا دكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي ومرجع بيئي عالمي. دكتور دوميت، مساء الخير، أهلا بك معنا. ما علاقة الهواتف الذكية بارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض؟ أولاً اللي بدي أقوله هي تأثير البصمة الكربونية. كل منتج له بصمة كربونية. البصمة الكربونية في ناس كتير ما بتعرفها، رح أوضح شوي عنها. أول شيء هي مجموعة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة يلي عم تطلع على الجو. هل القصة هيدي هالأمور هيدي هي بتبلش المشاكل اللي عم بينحكى عنها، هي الكميات اللي عم الانتاج الاول المواد الاوليه من مرحله الاستخراج لمرحله التصنيع وصولا لمرحله النقل والتوزيع النهائي، وايضا الانتاج المدفون اللي بيكون خلصت مدته. هالكميات هيدي بدها كميات ضخمه من المواد الاوليه تنتج غازات كثير بالجو، كميات هائله. هالكميات الهائله هيدي هي تضاف الى الكميات اللي عم تنتج من مواد اخرى. فبقى هلا عم ينحكى انه الجزء من المواد من الهواتف الخلويه او الهواتف بشكل عام او الكمبيوتر ومستعدون هن صاروا كميات ضخمه على سطح الكوكب، اعداد هائله جدا. طيب احنا نتحدث عنهم وهم وعندما يتم استخدامهم، ام النفايات الالكترونيه هي التي تؤثر بشكل كبير؟ ان هلا من عم نحكي عن جزئين، عن جزء الانتاج تننتج بدهم كميات ضخمه، بده يصير في بصمه الكترونيه كثير كبيره موجوده بالجو من جراء انتاجهم ونقلهم والوصول للاستعمال فيهم. وبعد الاستعمال ايضا رح يكون في كميه اشياء كثير كبيره، نفايات كثير كبيره، بس ولكن الا ما تحرق او ترجع اعاده تصنيعها ما بتوصل لبصمه الكترونيه كبيره، ما بصمه غازيه كبيره. هالامور هيدي البصمه الكربونيه هي تنتج هي جراء الاثر البيئي من المواد التصنيع. يعني اعطيك نوع بلاستيك او بنبلش نحكي فيهم من انتاجهم بده يستهلك كميه من الوقود الاحفوري لنشيلهم، وبرجع بده نقلهم كميه ضخمه. هل هناك بديل لذلك ام انه يجب توقيف الانتاج لكي نتفادى هاي البصمة الإلكترونية؟ ولا مستحيل نقدر نوقف بصمة بأي شيء بالعالم إلا من خلال دراسة الأثر البيئي الخاص واستبدال الأثر البيئي الضار بأثر بيئي جيد جدا. يعني في عندنا مواد كتير الأثر البيئي تبعها قليل جدا بالنسبة للآخر، بس ولكن اليوم الاستهلاك العالمي ما عم بيلحظ نهائيا الأثر البيئي لأي منتج بالعالم إلا بعض شركات بسيطة جدا بالعالم. بس ولكن انه كميات الغازات الدفيئه اللي عم تنتج وتطير بالجو بتعطيك ثاني اكسيد الكربون، كميات ضخمه من ثاني اكسيد الكربون بالعالم كله وصلت لغازات دفيئه خطيره جدا صارت موجوده بالجو بالهواء بالجو. فانت تتنظف، اذا بدنا ننظف هالجو هيدا بدنا مئات السنين تيتنظف. لحد هلا ما نحط استراتيجيه مواجهه، مما يعني انه الاثر البيئي لاي دراسه لاي منتج عم بينعمل ما عملنا مدروسه. وهلا لو تدرس الامور كنا بنعرف قد ايه الكميات اللي عم تنكب بالجو وتاثيرها على مدى ال 50 سنه المقبله، وبنقدر نشوف اذا في كميات كثير بنقدر نستبدلها بطرق اخرى ما يكون عندها الاثر البيئي المخيف للبصمه الكربونيه يلي دمرت الجو بالعالم. وهون الخطر الاكبر، لانه بعد لحد اليوم ما في دول ما حدا قرر، والمؤتمرات العالمية يلي صارت اللي بنسميها الفاشلة ما وصلت لأي نتيجة، مما يعني انه كوكب الأرض رايح لتدهور خطير عالمي ما حدا فرقني معه. من هون بنطرح الصوت بطريقة علمية. يا اخوان علماء البيئة قادرين يحطوا استراتيجيات ما بتضايق للأمن البيئي وللأمن التجاري وللأمن الاقتصادي وللأمن العسكري للامن الاخر. لكن هذه الاستراتيجيات ربما تبقى هي التحدي الاكبر، لانه حتى ربما لا يتم مضايقه لا المستهلك ولا المنتج ولا حتى البيئه، هناك تحدي في هذه الاستراتيجيه. اذا ممكن ان تعطينا فكرتك عن هذه الاستراتيجيه باختصار في 10 ثواني. الاستراتيجيات كثير استراتيجيات. اليوم بدي اقول لك انه اذا كنا عم نطلع 2 او كذا كربون، استراتيجيه مقابليه انه في لازم نزرع 50 شجره 100 شجره بطرق معينه، او زياده الغطاء الاخضر. انا بدي لك اذا نزيد الغطاء الاخضر على سطح الكوكب 20% على ما هو اليوم، نحن بنكون وفرنا لل 50 سنه القادمه
استراتيجية مهمة كثير، لأنه ولا دولة رح توقف صناعات، ولا مؤسسة رح تسكر أبوابها، ولا معمل رح تسكر أبوابه. نحن رح نشهد ازدياد كثير كبير بالمصانع بدول العالم ككل. نعم. استراتيجيات موجهة، مع العلم أنه في 100 في 100 في 100 حل لمئة ألف استراتيجية مطلوبة. نعم دكتور، نقدمها عند ما يطلب منا. شكرا جزيلا لك دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.